اسلم ابو حجر. اسم قال سالم ابو حتيبة. يقول علي حرام عدد امنها. اسلم. يقول يا طويل العمر غابت نجوم الصبح واللي في عيوني من عصر. الله الله. ما هو بدمع الا تضايقت تنحت واسكبه لو والله الا حلم شيخ عن طموحه ما قصر لو قصرت سود الليالي من يمينه. وش نبه وانا لو اني ما تعلمت الهزيمه والنصر مكان ذقت من الهوى القتاله مره وعد بالشاعر وعصري فاتني وعيشني في اغرب عصر للوقت وقتي والزمن ما بيني وبينه شبه لكن هنوف مثلت دور العزيزه في مصر قدت قميصي وسرفت في وصلها قبل انتبه يوم انتبهت استشهدت قدمي بحراس وقصر قلت ارحمني عزيز قوم ذل ورخة منكبه ماني نبي الله قاوم حسن خسرت لان حمر انا بشر عبد ضعيف وكل بارق يجب قالت وهي قدمي تثنى كان ما فيها خصر شعري ضيبان ورث جدود ولا موهبه قلت الشعر سحر يسخر لي دروب ويختصر عمر المسافات الطويله سنين المجد والشعر شيء لو حصرته في ضلوعي ما انحصر يطغى على حدب المحاني لين اشوفه واكتبه ونعلم مثل الفاتنه وشلون اعيش بلا بصر علمتها الفنجان وشلون اتحدى واشرب وعلمتها بني كذا طال الزمن ولا قصر نعذب الحب اصدقه ونعذب الشعر كذا. يا سلام يا سلام ضيبان منصور ونعم ما يفتحش قد ضرب اركب 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 اليوم تغيير لا تختلف على العلوم قدام انت شو تقول؟ امطار وخير ما ينقعد فدينا مره المشوار قريب ولا بعيد؟ من هنا 50 كيلو 50 قريب قريب والله اني خاف الحقوكم 600 و700 وفوق 600 و700 اصبر لي اسبوع 50 كيلو اصبر لي اسبوع 50 كيلو بس بعدين لا والله اللي هانت بسم الله بسم الله مرحبا مرحبا اليوم معكم شخص ثالث خطير بعد هذا محترف نو... جديد محترف هذا محترف جديد بسم الله درجنا وعلى الله فرجنا هاي ابو فهد ارحب ابو عتاب علوم الامطار عندك لك اسبوع في الديار هني علوم الامطار علوم الامطار عندي ابو سعد راعي الدينة هاي ابو سعد جانا خير وبيجي خير ان شاء الله اليوم على الحيويز وعلى بسيان وعلى جره ورايحين عسى الحين ان شاء الله على وين؟ بسيان والحيويز الاخبار نزيد بعد ساعه ان شاء الله ابو سعد يجيب العلوم والله احيانا علوم التصديق واحيانا احيانا تضيع اللي انقطع الانسان